أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سفيان ابن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله فاستقم. أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه بزيادات وبألفاظ أخرى. عند ابن ماجه: استقيموا ولن تحصوا ونعمة إن استقمتم. ثناء نعمة، أصلها نعمة ما، ثناء على هذه الاستقامة. وقال استقيموا ولن تحصوا، لما؟ الإحصاء هو الضبط والاحتواء. والإنسان في هذه الجملة، الإنسان قد لا يحصي الاستقامة، ومن ثم فلا ييأس من رحمة الله ومن ثواب الله. وأيضا لما قال ولن تحصوا، دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الإنسان لا يقف، يجتهد في العبادة حسب طاقته، ولا يقول أحصيت الاستقامة، لا، يستمر. لكن ما عجز عنه فإنه معفو عنه ولا يلام على ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم.